نفسك تشد حيلك في الكلية وتجيب امتيازات او ترتب على الدفعة وبتحاول في ده بس مش عارف، او انت ماشي كويس بس محتاج تزود من ده كمان، يبقى انت في المكان الصح يا صديقي، لان جاي اتكلم معاك النهاردة عن ازاي تقدر تجيب امتياز في الكلية، وهكلمك عن ازاي تذاكر وتجمع المعلومة وكل حاجة انت محتاجها عشان تجيب درجات ترفع بيها راسك. فمهما كانت كليتك محتاج النهاردة تصلي على النبي وتركز معايا وتتابع الحلقة دي للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش على باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. في حلقة النهاردة صديقي عشان نقدر بجد نجيب امتياز في الكلية، خطتنا هتتقسم على مرحلتين. المرحلة الأولى تعمل ايه وانت لسه في الحرم الجامعي وانت لسه في الكلية بتاعتك والمحاضرات بتاعتك، اما الجزء التاني الحاجات اللي هتعملها في بيتك لما تروح، وكل جزء منهم يا صديقي للنصايح الخاصة بيه والحاجات اللي انت هتعملها جواه. فركز معايا كويس، ولو تقدر تجيب معاك زي ما انا جايب كده نوتة وقلم وتكتب ورايا الكلام ده عشان ما تنساهوش، يبقى وفرهم معاك، او ابقى عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه وركز في كل حاجه هنقولها. المرحله الاولى يا صديقي وانت لسه في الجامعه، في البدايه اصلا هتشوف ايه المحاضرات اللي انت لازم تحضرها وايه المحاضرات اللي ممكن ما تحضرهاش، وعشان اوفر عليك كلام كتير في الحته دي عملنا فيديو كامل عن الغياب والحضور، هسيب لك الرابط بتاعه تحت في وصف الفيديو، هتشوف الفيديو ده هتلاقيه بيتكلم عن ايه المحاضرات اللي لازم تحضرها وايه المحاضرات اللي ما تحضرهاش، وازاي بيتم تجميع الدرجات، وان في محاضرات بتضطر تحضرها عشان تلم فيها درجات الغياب والحضور، وفي محاضرات بتحضر حتى لو ملهاش غياب وحضور لان المحاضرة نفسها مفيدة. ولازم تركز يا صديقي كويس جدا في الحلقة دي، لانك عشان تجيب امتياز في الكلية ده مش بيعتمد بس على انك تذاكر وتحل كويس في الامتحان، لان في جانب في الدرجة بتاعتك معتمد اصلا على اعمال السنة في بعض الكليات زي الغياب، الحضور، السكاشن بتاعتك، امتحانات الميد تيرم، ودي لسه هنتكلم عنها. فهتلاقي نفسك في محاضرات لازم تحضرها عشان تجمع الدرجات بتاعت الغياب والحضور وما شابه عشان ما تقلش يا صديقي، لانك ممكن تذاكر وتشد حيلك وتجيب درجه كويسه في الامتحان تخليك تجيب امتياز والحمد لله، لكن تلاقي نفسك واقع في اعمال السنه اللي ادالك الدكتور او في الغياب والحضور. فعشان اوفر عليك كلام كتير شوف الحلقه دي يا صديقي وانت هتفهم انا بكلمك في ايه. تاني حاجه بقى صديقي، وانت جوه المحاضره وبتحضر خلاص للدكتور والدكتور بيشرح، لازم يا صديقي يكون معاك ورقتك وقلمك وبتسجل الكلام المهم اللي بيقوله الدكتور. وخلي بالك في بعض الدكاتره هتلاقيها لما تقول لك نقطه كده معينه تقول لك خلي بالكوا يا اولاد دي جايه في الامتحان، يبقى اكتبها بلون تاني يا صديقي وعلم عليها واكد ان الحته دي مهمه. ولازم يا صديقي برضه تلجأ للدفعات اللي قبلك، واحد اكبر منك بسنه او اتنين يقول لك خلي بالك امتحان الدكتور الفلاني ده بيجي بالشكل ده، لما بيركز في الحته دي يبقى هو فعلا هيجيبها، ولما يقول لك ان دي هتيجي في الامتحان يبقى فعلا هتيجي في الامتحان. الدفعات الاكبر منك هتفهمك اكتر على نظام الدكاتره، وهتلاقيهم بيعرفوك على المحاضرات المهمه اللي الدكتور دايما بيجيب منها في الامتحان. فالحاجات دي صديقي كل المطلوب منك تحضرها وتركز فيها وتكتبها في ورقتك وقلمك، والحاجه المهمه تكتب جنبها مهمه، والحاجه اللي يقول لك هتيجي في الامتحان تكتب جنبها ان هي هتيجي في الامتحان. صدقني قاعده زي دي ممكن تخليك تلم ربع الامتحان او نص الامتحان اللي هيجي لك، غير ان حضورك نفسه كان ممكن يبقى عليه درجات اصلا، فانت كده خلاص عرفت اسئله من اللي هتجي لك في الامتحان، وفي نفس الوقت ضمنت درجات هتضاف ليك اللي هي درجات اعمال السنه. الخطوه اللي بعد كده صديقي انك ممكن تنسى الكلام اللي الدكتور بيقوله، وعشان كده انا بحب ان انت تسجل للدكتور. وخلي بالك في دكاتره بتسمح ان انت تسجل لها، وانا كان عندي دكاتره محترمين كانوا ياخدوا مننا موبايل واحد زميلنا مثلا ويقولوا عشان يبقى هو بيسجل وهو قدامه في صوت واضح، وبعد كده يبعته لنا على الجروب بنفسه. اما في دكاتره تانية يا صديقي معتقد ان اللي هي بتقوله ده سر حربي، ما ينفعش حد يقوله لان علمه ده ما حدش يعرفه غيره، فلو عرفت ان انت بتسجل يا صديقي انت كده الله يرحمك. فبرضه حاول لو انت لسه دفعه داخله جديد اسال الدفعات اللي قبلك، هيقول لك الدكتور ده طيب وبيحبنا وبيساعدنا كده وبيخلينا نسجل، لا الدكتور ده شرير وده مش عارف ايه. لكن اياك كده صديقي تقف لو سمحت يا دكتور ينفع اسجل لك المحاضره، ممكن يبقى دكتور دماغه قد كده ويوقفك واسمك ايه وهتكرنيهك وهتسجل لي ليه ويحسسك فجاه ان انت شتمته. فمن تحت لتحت كده صديقي حاول تسجل المحاضره معاك، لان التسجيل ده هنحتاجه في الجزء الثاني اللي هيكون في البيت اللي احنا هنروح له دلوقتي، لان خلاص هو ده كان كل المطلوب منك وانت في الكليه. تعالى بقى ننتقل للجزء الخاص بالبيت. اول حاجه صديقي لازم انصحك بيها في بيتك انك لازم تكون انسان منظم وعارف تدير الوقت بتاعك بشكل كويس، مش وقت ما يهفك الشوق تخش تذاكر، لا يا صديقي انت عامل جدول اصلا هتذاكر فيه، يعني انت عارف ان انت محاضراتك مثلا بتخلص الساعه 6 وبتوصل بيتك الساعه 7، هتقعد تتغدى وتريح ومش عارف ايه، يبقى انت من الساعه 10 مثلا للساعه 12 هتراجع الحاجات اللي كانت عندك النهارده في المحاضرات
اللي انت خدتها، او مثلا عندك يوم الجمعه اجازه فانت هتخصص اليوم ده مثلا منه 3 ساعات مذاكره، ايا يكن بقى شوف انت النظام بتاعك، المهم يكون ليك خطه محدده، عارف انت هتذاكر امتى وهتريح امتى هتخرج امتى وهكذا. وخلي بالك يا صديقي، الخطط دي 99% مننا مش بيطبقها صح، يعني زي ما بيقولوا كده بنمشي على سطر ونسيب سطر، يعني ممكن تلتزم النهارده وما تلتزمش بكره، طبيعي انك هيجي عليك يوم ومش هتعرف تلتزم، ما تجيش بقى يومها وتقول يبقى انا كده خلاص ضعت مش هكمل النظام ده مش نافع معايا، لا نقطه ومن اول السطر كمل عادي كانك ما عملتش حاجه، لان نفسك الاماره بالسوء بتعرفك ان انت لما تغلط مره يبقى انت كده خلاص ما ينفعلكش تصلح تاني. لا يا صديقي، اي حاجه نغلط فيها ينفع نصلحها عادي، ما التزمتش بالجدول ده هيلتزم بباقي الجدول عادي، النهارده ما ركزتش قوي بعد كده هركز شويه، لكن احسن يا صديقي من ان انا اول مره ما التزمش بالجدول اقوم لغيه خالص. خليك مرن يا صديقي. وعشان يا صديقي انا كنت في يوم من الايام طالب زيك وعارف ان احنا بنقعد نجيب الورقه والقلم ونقعد نخطط بقى الجدول ده في 6 ساعات ونقعد نعمل له الوان ونعمل مش عارف ايه وفي الاخر بنطبق الجدول ده وبنعينه وبنخش ننام عشان احنا تعبانين وتاني يوم ما نعملش بيه، انصحك يا صديقي تنزل تطبيقات على الموبايل بتاعك، التطبيقات دي هي هتعمل لك الجداول بتاعتك وكل حاجه بدون اي مجهود. رابط التطبيقات اللي انا بستخدمها بشكل شخصي يا صديقي هسيبها لك تحت في وصف الفيديو، وممكن لو افتكرت اسيبها لك في اول تعليق، لو نسيت ابقى فكرني. التطبيقات دي هتلاقي اكتر من تطبيق، جربهم كلهم شوف ايه فيهم اللي مريحك تقدر تعمل بيهم كلهم جداول، وهتلاقيهم متقسمين وحلوين ومتلوين وكل حاجه انت محتاجها. وبالمره يا صديقي وانت تحت كده بتشوف اللينكات بتاعت التطبيقات، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش، وشارك الفيديو ده مع الدفعه بتاعتك، خلي الفايده تعم، شارك العلم يا صديقي بنيه ان ربنا يسهلها عليك. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا ومركز كده وفاهم احنا بنقول ايه ومصحصح ما تهتش مني، انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 20 عشان تكون دي كلمه السر اللي تعرفنا مين صحابنا المركزين ومصحصحين وعارفين كويس احنا بنقول ايه. الخطوه اللي بعد كده بقى صديقي انك تبدا تفرغ كل المحتوى اللي انت خدته جوه الكليه، سواء ملاحظات كاتبها ورا الدكتور، سواء تسجيلات انت سجلتها للدكتور فتبدا تسمعها، تبدا كده من الاخر تدخل في مود المذاكره وتفتكر كل اللي اتقال في المحاضرات بتاعتك، عشان لو في حاجه سقطتها حاجه نسيتها، انت مثلا تحصيلك ورا الدكتور كان 30% وفي 70% ما قدرتش تكتبه، التسجيلات وكل الحاجات دي هتفكرك وتخليك تعوض كل اللي فاتك او اللي انت مركزتش فيه مثلا لان صاحبك بيكلمك ولا انت سرحت ولا ايا يكن. بعد ما بتفتكر كل اللي اتقال في المحاضره وتشوف كل الملاحظات اللي انت كتبتها وبتسمع تسجيلات الدكتور، بتبدا بقى تجيب كشكول خاص، الكشكول ده هيكون خاص بالمذاكره، عايز بقى تجيب كشكول مثلا متقسم وتخلي كل جزء المادة معينة، عايز تجيب كشكول او كراسة لكل مادة، انت حر يا صديقي، بس الكشكول ده او النوتة دي او ايا يكن هتكون مهمة جدا لان دي اللي هتذاكر منها بعد كده. كل المطلوب منك انك هتبدأ تذاكر اللي انت خدته في المحاضرة، سواء من الملحوظات اللي انت كاتبها، من كتاب المادة مثلا، من مواقع او مصادر بتلجأ ليها للمذاكرة، من التسجيلات اللي انت سمعتها للدكتور. وبمناسبة المواقع، لو عايزين مواقع تفيدكم في المذاكرة اكتب لي تحت انت كلية ايه، وانا هجيب لكم ان شاء الله لكل كليه المواقع والمصادر اللي تذاكر منها. انا عنيا الاثنين ليك يا صديقي طول ما انت بتدعمني. المهم يا صديقي، في الكشكول او الكراسه اللي انت جبتها دي هتبدا بقى تذاكر كل الحاجات اللي انت شفتها في المحاضره او سجلتها وتلخصها هنا باسلوبك انت، يعني انت شفت اسلوب الدكتور بيقول ايه واسلوب الكتاب بيقول ايه واسلوب الموقع بيقول ايه، فانت خلاص طلعت باجابه، اكتب الاجابه دي عندك في الكشكول واكتب كده تلخيص لكل حاجه انت ذاكرتها، بدل ما تقعد تلف اللفه دي تاني عشان تفتكر المعلومه، انت كل اللي هتعمله اخر السنه هتفتح الكشكول ده وتفضل تقلب فيه وتشوف الكلام اللي انت كاتبه باسلوبك، هتلاقي نفسك يا صديقي بدات تفتكر كل حرف انت كتبته، والكلام ده كتبته لما سمعت الدكتور في الريكورد اللي مسجله بيقول كذا كذا، او لما شفت الكتاب بيقول كذا كذا، هتلاقي المعلومات بتيجي في دماغك بعد كده اسرع، اسرع من ان انت تيجي وقتها تقعد تدور تاني في الكتب. فكل حاجه انت تذاكرها او تفهمها تبدا تلخصها في الكشكول باسلوبك انت، والكشكول ده بعد كده يبقى مصدرك للمذاكره والمراجعه اي وقت انت عليك فيه امتحان او اي وقت تحس فيه انك نسيت وعايز تفتكر تاني. لو عملت كده صديقي وذاكرت اول باول ومراكمتش عليك، صدقني هتقدر تجيب درجات كويسه جدا، لانك بتحضر المحاضرات بتاعتك فانت بتلم درجات اعمال السنه، وانت طبعا طالب محترم ومؤدب ومش بتعمل مشاكل، وفي نفس الوقت لما بتروح بتراجع اول باول وبتلخص كل اللي انت ذاكرته باسلوبك انت الخاص، وعندك كشكول بتراجع منه اول باول. لو عملت كده اضمن لك الامتياز يا صديقي وبجداره. بس استنى، رايح فين؟ في شوية نصايح كده عايز اقولها لك قبل ما تقفل الفيديو. النصيحة الاولى صديقي بخصوص المكان اللي انت هتذاكر فيه، اختار مكان هادي بعيدا عن الدوشة والضحك والهزار والزعيق وكل الحاجات اللي بتبقى في البيت، وحاول يا صديقي لو عندك الامكانية ما تذاكرش على السرير بتاعك، داخلين على برد وشتاء وانت هتلاقي نفسك بردان فبتتدفى، فالدفى بيخليك تنام فما بتكملش مذاكرة. لو ليك مكتب او ركن كده تقدر تذاكر فيه وتخصصه للمذاكرة بس، ده هيكون احسن لك، لان مخك هيستسلم ان كل ما بنقعد في المكان ده ما بنعملش حاجة غير ان احنا بنذاكر، فاول ما بتقعد
بتدخل في المود على طول، لكن الامكانيات لو على قدها صديقي خلاص المتاح اشتغل بيه وربنا يقدرك ويعينك يا رب. النصيحه رقم 2 يا صديقي، لازم تهتم بالاضاءه كويس، ما تذاكرش في اضاءه خافته وتتعب عينك. انت بتذاكر فانت محتاج تشوف كويس وتكتب كويس عشان ما تصدعش وعشان تركيزك يكون كويس. النصيحه رقم 3 صديقي، حاول ما تخليش وقت المذاكره بعد الاكله المتينه. بعد الاكله صديقي المعده بتاعتك بتكون خلاص اتملت وكل الدم اللي في الجسم رايح على المعده عشان يهضم الاكل اللي انت اكلته، فمخك مش واصل له دم كفايه ان هو يركز ويستوعب الكلام اللي انت كاتبه. وبرده في نفس الوقت يا صديقي ما تذاكرش وانت جعان، لان نفس الكلام انا جعان يعني المخ بتاعي مش مركز وكل اللي انا محتاجه دلوقتي هو ان انا اكل. شوف انت الاوقات اللي تناسبك وحطها في التوقيت اللي انا قلت ان انت هتعمله بالجدول اللي انت هتعمله، ما تمشيش عشوائي يا صديقي. وما تنساش التطبيقات اللي انا سيبها لك تحت. النصيحه رقم 4 واخر نصيحه اقولها لك، ابتعد خالص عن المشتتات. يعني ساعات يا صديقي وانا بذاكر كده تيجي في دماغي شويه افكار زي ان انا مثلا محتاج ازور محمد صاحبي عشان عنده اصابه عمل. طب ما محمد صاحبك كان معاك طول السنه، جاي تفتكره دلوقتي؟ ما هو مصاب بقاله شهر يا صديقي، جاي تفتكره دلوقتي وتصل رحمك وتزور مريض وكده؟ فالحل لكده صديقي، واي مشتت يجي لك تاني بتبقى ورقه جنبك بسميها دايما ورقه المشتتات. اي فكره بتجي لك هنا تشتتك عن المذاكره بتكتبها في الورقه دي وتقول هعملها ان شاء الله بعد ما اخلص مذاكره، بحيث انك يا صديقي كده بتاخد عقلك على قد عقله ان هو حاضر يا حبيبي من عيني هعمل لك الحاجه اللي انت عايزها، نخلص بس حته المذاكره دي ومن عيني الاثنين. هتلاقي دماغك يا صديقي ما بتشتتكش كتير وخلاص عرفت ان مفيش مفر، فلازم بقى نذاكر عشان نخلص. والمشتتات دي يا صديقي ممكن تبقى ان انت مثلا بتذاكر جنب التلفزيون او جنبك الموبايل بتاعك، انت خلصت ثانويه عامه ومبقاش معاك الموبايل ابو زراير، بس برده الموبايل التاتش هتشد وتقعد تلعب في الفيسبوك والحاجات دي. فعشان كده صديقي اي حاجه هتشتتك ابعد عنها وما تذاكرش جنبها. وبس كده صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. في النهايه صديقي عايز اقول لك ان المذاكره دي ممكن في البدايه تكون صعبه، بس انت قدها وقدود. حاول ما تقلش على نفسك وتذاكر مثلا 25 دقيقه وتريح 5 دقائق، او تذاكر نص ساعه وتريح 10 دقائق، او ذاكر 45 دقيقه وريح ربع ساعه. انك تذاكر وتدي نفسك وقت للراحه بيفيدك جدا، ويا سلام كده لو في اخر كل مره ذاكرت فيها كافئت نفسك، ده هيفيدك جدا. ومره في مره صديقك هتتعود على المذاكره، فلو حسيت في وقت انك مرهق وتعبان كمل يا صديقي وربنا يعينك. وافتكر دايما اهدافك اللي انت عايز توصل لها من المذاكره بتاعتك دي، وافتكر دايما ان القناه هنا بتكمل طول ما انتوا بتدعموني، فما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب وتشارك الفيديو ده مع اصحابك. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للنهايه. وفي النهايه كالعاده بتمنى الحلقه دي تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.